أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج، توقعات برج الحمل ليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023. هتبقى النهاردة لو كنت مرتبط لطيف جدا في تواصلك داخل إطار الزواج بتاعك، وقتك مثالي جدا عشان تشارك أحلام شريك حياتك ورغباتك، وهتبتدي تخططوا مع بعض للرحلة جديدة مع ماركور وفينوس اللي هيصيروا عندكم الرومانسية في الفترة دي اللي كنتوا بتفكروا فيها دايما. فما تترددوش في انكم تعبروا عن حبكم، لان النجوم هتبقى بتعزز الانسجام والحنان في اليوم ده. انما لو كنت اعزب يا حمل، كل الاجرام السماوية بتفضل عفويتك والاصالة اللي عندك، لانها هتبقى فرصة مثالية عشان تعرف تكون معارف جدد في حياتك وتحافظ على صدق شخصيتك الحقيقي. فما تخافش من انك تاخد الخطوة الاولى، الكواكب كلها بتراقب مساعيك اللي بتعتبر رومانسية. خلي سحرك النهاردة يتعلق واستعد لكل الحاجات اللي مش متوقعة بالنسبة لك. النهاردة صحيا هتسرع من نفسك شوية، هتبقى في شوية تعب كامن عندك، لازم تجرب شوية تمارين تسترخي بيها من جديد وتدي نفسك فرصة انك تستريح. هتستحقها الفرصة دي لان عندك رفاهية هتبقى في غاية الاهمية. بالنسبة لحياتك المهنية عندك تفاصيل كتير بتحسك على انك تبتكر، فما تخافش من انك تطرح افكارك الجريئة. هيكون كل زملائك ليهم اذان صاغية جدا ليك، وهيكونوا جاهزين انهم يسمعوك في تحديات هتعتبرها فرصة عشان تنمو وتتطور. هتبقى بتملك مفتاح التغيير، اغتنمه اكتر.